وفي تصريح خاص لمركز الأخبار أكدت السيدة هالة بنت محمد الأنصاري مستشار جلالة الملك المعظم للشؤون الثقافية والعلمية أن اليوبيل الفضي وذكرى مرور 25 عاما على تولي ملك البلاد المعظم لمقاليد الحكم هي مناسبة في غاية الأهمية تستوجب على الجميع الوقوف أمامها بكل فخر واعتزاز وتأمل لحجم الإنجازات والعمل المخلص والجاد في علو ورفعة الوطن. طبعا مرور 25 عام منذ تولي العاهل المعظم لمقاليد الحكم في البلاد هي مناسبة في غاية الأهمية تستوجب على جميع أهل البحرين الوقوف أمامها بكل فخر وبتأمل كبير لما تم إنجازه طوال هال 25 عام التي يعني أنا أراها شخصيا بأن كل سنة هي جوهرة مضيئة في سماء الوطن بحجم الإنجازات بالعمل المخلص والجاد لأهل البحرين وقيامهم بواجباتهم على أكمل وجه ممكن. طبعا الشواهد والدلائل الكثيرة المؤشرات في تطور مستمر اللي تعكس جدية العمل اللي تعكس التخطيط السليم وكل ذي من بثق من رؤية جلالته وطموحاته وآماله لرخاء هذا الوطن ورفعته وعلو شأنه.